أعتقد أن الولايات المتحدة تعلم من البداية أن طالبان عندما تنسحب الولايات المتحدة وعندما انسحبت من أفغانستان كانت تعلم جيدا أن طالبان ستسيطر على أفغانستان ككل، وعاقل المقاومة في أفغانستان هي ولاية بنشير، رغم كل التهديدات والتصريحات التي خرجت من أحمد شاه مسعود، إلا أننا أمام أمر واقع أن طالبان قد استولت على كامل الأراضي الأفغانية ولا يوجد لها أي مقاومة حتى الآن. الولايات المتحدة تستخدم الأرصدة الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي الدولي كوسيلة للضغط على حركة طالبان للجلوس على طاولة المفاوضات ومن أجل ضمانات لحقوق المرأة ومن أجل ضمانات للتواصل مع المجتمع الدولي أو السادة ضمن المجتمع الدولي، لكن طالبان لن يؤثر فيها ذلك. من سيتأثر هو الشعب الأفغاني. طالبان لديها بالفعل الآن احتياطات من الأسلحة لم تكن لها موجودة من قبل، هي الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة فور انسحابها، كما أن طالبان لديها تمويل موجود بالفعل نتيجة التجارة الدولية الغير مشروعة من الأفيون من حوالي 300 مليون دولار إلى مليار ونصف مليار دولار. من سيعاني بالفعل هو الشعب الأفغاني، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة التي ذكرتموها في التقرير السابق، من سيعاني هو الشعب الأفغاني. في منتصف العام القادم ستكون هناك شبه مجاعة في أفغانستان إذا لم يتم التوصل إلى حل، كما أن الدول المحيطة بأفغانستان الصين وروسيا ودول أخرى تحاول الضغط على المجتمع الدولي وزارة الخزانة الأمريكية وأمريكا نفسها من أجل السماح بالإفراج عن المليارات، الحوالي 10 مليارات دولار هي حصيلة أو حق أفغانستان في المجتمع الدولي. أستاذ وليد، هل عذرا على المقاطعة، هل يمكن فصل الجانب السياسي عن الجانب الإنساني في التعامل مع طالبان في أفغانستان من قبل المجتمع الدولي؟ يعني أعتقد أن هذا من الصعب، لكن الجانب الإنساني يتوقف فقط على بعض المنح الموجودة من المجتمع الدولي، هو حوالي 450 مليون يورو سيتم السماح بها من أجل أغراض إنسانية. وبالفعل اليونيسيف الأمم المتحدة للطفولة قامت بالتواصل مع بعض الفصائل داخل أفغانستان أو بعض الولايات الأفغانية وتحاول إعادة الأطفال المشردين إلى ذويهم، وتحاول يعني مجموعة من التصرفات الإنسانية أو التصرفات الصحية لأجل الحفاظ على جزء من الشعب الأفغاني. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تستخدم الأموال الأفغانية وتستخدم قواتها السياسية وقواتها في المجتمع الدولي من أجل الضغط على طالبان للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأعتقد أيضا أن طالبان عندها استعداد لذلك. والدليل أن طالبان في الفترة التي حكمت فيها من 96 إلى 2001 كانت تتخذ إجراءات أشبه بالإجراءات العقابية والإجراءات المتشددة على الشعب الأفغاني. طالبان صرحت في أكثر من موقف بأنها ستخفف هذه القيود على المرأة وعلى الأطفال وعلى التعليم وعلى الصحة. يعني طالبان تحاول أن تخطب ود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. لكن أستاذ وليد عذرا على المقاطعة، المجتمع الدولي هل يريد التعامل مع طالبان كحكومة أمر واقع دون الاعتراف بشرعيتها؟ المجتمع الدولي حتى الآن لم نسمع أن هناك دولة اعترفت بطالبان، ولكن هناك بعض الدول تحاول أن تخاطب المجتمع الدولي مثل روسيا والصين، تحاول أن تخاطب المجتمع الدولي حفاظا على الشعب الأفغاني. لكن طالبان لا يهمها إلا الحكم، وكما ترى الآن طالبان سيطرت على كامل الولايات الأفغانية ولا يهمها غير أنها تحكم الولايات الأفغانية بأي طريقة، وهي لديها قوة عسكرية موجودة زادت بالفعل بعد حصولها على الأسلحة الأمريكية الموجودة التي تركتها الولايات المتحدة. والولايات المتحدة كانت تعلم ذلك جيدا، وبالدليل أنها فور مغادرتها بعد قرار بايدن مغادرة القوات الأمريكية استولت طالبان على كامل الأراضي الأفغانية. يعني هو الموضوع أشبه باتفاق أو مؤامرة على الشعب. وضحت الفكرة، هو المضار الوحيد من ذلك. شكرا جزيلا الكاتب والصحفي وليد الرمالي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكرا جزيلا.